خمس اهداف في مرمى نادي الزمالك، مباراه كبيره بتكتب في تاريخكم كلاعبين في النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طبعا، يعني نتيجه كبيره جدا قدام خصمك اللي هو يعتبر منافس ليك، الاقرب منافس ليك، الديربي على طول موجود في مصر هنا، فالحمد لله دي كانت حاجه كويسه، والحمد لله احنا قدرنا نكسب نتيجه كمان، ولازم نبني عليها ان شاء الله للدوري ان شاء الله، وربنا يكرمنا حقق الدوري ثاني عشان نرجعه بيته مكانه الاساسي. النهارده مستر بيتسو موسيماني اتكلم معاكم قبل الماتش، قال لكم ايه؟ شفنا النهارده طريقه 3 4 3 اللي بتلعبوا بيها من اول الموسم تديكم افضليه في الملعب، الراجل قال لكم ايه قبل المباراه؟ والله طبعا قال لنا كملوا زي ما انتم، احنا بنلعب مباراه كبيره ان شاء الله نكمل زي ما احنا، وان شاء الله احنا نقدر نكسب، فالحمد لله قدرنا ان احنا نعمل كده، قدرنا ننفذ اللي هو طالبه، وده اللي كان مطلوب الحمد لله عملناه. يعني الحمد لله المباراه دي بتديكوا دفع للمباراه اللي جايه وحمل تقيل. طبعا طبعا، انت المباراه دي بتبني عليها بقيه السنه، لان ده بتبقى الديربي، ده المنافس ليك، فانت بتبني عليها اللي انت لازم تكسب الماتشات كلها الجايه ان شاء الله. عايز تدي الفوز النهارده لمين؟ والله طبعا بدي لوالدتي وزوجتي واولادي الاثنين والنونه اللي جايه ان شاء الله. حبيبي حسين، وربنا يجيب لك بالف سلامه يا رب. يا رب ان شاء الله.